من راس جدير غربا إلى الخمس شرقا تبدأ رحلات المهاجرين غير شرعيين نحو أوروبا في رحلات مجهولة المصير. أرقام كبيرة شهدتها سواحل معظم المدن بين عمليات إنقاذ وغرق جراء تهريب تجار البشر للمهاجرين القادمين من دول إفريقية وإيوائهم في بعض مدن الجنوب ليكملوا الرحلة من هناك إلى مدن الساحل عن طريق عصابة تمتهن التهريب. ثلاث خطوط رئيسية ينتهجها المهربون في عملية نقل المهاجرين. أول الخطوط من سواحل تجورا وقصر خيار والجويعة والجرابولي إلى إيطاليا، وهو الخط الأكثر نشاطا في عملية التهريب. يليها خط السودان ومصر وليبيا أو ما يعرف بالمثلث المصري الليبي، مرورا بمدن الجنوب ومن ثم إلى الساحل. أما عن الخط الثالث فهو الخط المباشر الذي يبدأ من نقطة التجمع في تشاد ومنها إلى المناطق الساحلية عبر طرقات خاصة. وبحسب معلومات أدلى بها رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام صديق الصور، فإن 26 دولة أخرى تنظم من خلالها أنشطة التهريب بالتعاون مع ضباط ومسؤولين من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. هذا الانتشار الواسع لرقعة التهريب عبر ليبيا جعل قاصدي القارة العجوز يتدفقون نحو المدن الجنوبية مستغلين ضعف الرقابة الأمنية على الحدود لينتهي بهم المطاف أخيرا داخل مراكز الإيواء. على الطرف الآخر من المنطقة الغربية تبدو عمليات التهريب أكثر سلاسة وانتشارا، والدليل إنقاذ البحرية الليبية لأكثر من 300 مهاجر في ثلاث عمليات منفصلة على سواحل منطقة أبو كماش قرب زوارة، ما يفسر استخدام مهربيها لطرق أكثر سرية وأمنا لوصول أكبر عدد من القاصدين أوروبا إلى الشمال حيث الوجهة المقصودة.